يقول هل يجوز لي أن أكشف على أم خالتي حيث أنها من زوجة جد الثانية؟ نعم. هل يجوز لي أن أكشف على أم خالتي حيث أنها من زوجة جدي الثانية؟ إذا كانت أمها زوجة لجدك فإنها تحرم عليك. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والآباء يشمل الآباء القريبين والبعيدين من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل زوجات جدك يحرمن عليك وأنت محرم لهن. نعم.